داما، ما هي آخر المستجدات للإجراءات المتبعة في الأردن في المطارات في إزاء هذه الجائحة لفيروس كورونا؟ لينا، كان مقررا أن يتم افتتاح مطار الملكة علياء الدولي غدا بعدد من الرحلات التي كانت قد أعلنتها الملكية الأردنية إلى الوجهات التي كانت قد قررتها لجنة الأوبئة من خلال بعض الإجراءات، وهي الدول الخضراء أو منخفضة الخطورة والتي من الممكن أن يكون هناك تبادل سواء كان بالقادمين أو المغادرين إلى هذه الدول دون حجر. ولكن وفجأة اليوم ومنذ دقائق أعلنت لجنة الأوبئة وأعلن مصدر مسؤول إرجاء فتح المطار إلى إشعار آخر. الترتيبات تمت والإجراءات تم تجهيزها فيما يتعلق بالمطار، سواء كان بالتباعد الاجتماعي أو تركيب الحواجز البلاستيكية ما بين الموظفين وما بين القادمين أو المغادرين. تم تجهيز مختبرات لفحص البي سي آر عند عودة المغادرين، ولكن تم إرجاء فتح المطار، حيث كان من المتوقع أن يكون هناك عدد من الرحلات أولها ستبدأ في 8 أغسطس إلى إيطاليا وقبرص، بالإضافة إلى مجموعة من الرحلات التي ستتوالى حتى أول سبتمبر. بعض المصادر تشير إلى أن الإرجاء سيتم إلى الأول من سبتمبر، ولكن نحن بانتظار التصريح الرسمي والتأكيد ما هي أسباب تأجيل المطار، والتي قد تكون خلافات ما بين مشغلي المطار. طيب. وذلك بعد اجتماع تم في وزارة النقل خلال ظهر هذا اليوم.